مرحبا يا أطفالي، كيف حالكم؟ دعونا نرى ماذا يوجد لدينا. إنه وقت القراءة. مرحبا يا أبطال، كيف حالكم؟ أنا طارق وهذه أختي مريم. نريد اليوم أن نتحداكم في القراءة. لماذا نقرأ وما فائدة القراءة؟ هيا بنا نبدأ. سنتذكر أولاً المدود القصيرة، الفتحة أ، الضمة أ، والكسرة إي. جو ري ح جريح. لدينا ثلاثة حروف نقرأها ونشاهدها بعيننا وفمنا يصدر صوتها. جو ري ح. ماذا يفعل هنا؟ ننظر إلى الثلاثة حروف ونقرأ. ر ك ل ركل. ركل الكرة. هنا نشاهد هذا الطفل ماذا يفعل. ر ر ف ع رفع العلم. رفع. وهنا ج ل س جلس. جلس. نعبر عن هذه الصورة غ ضي ب غضيبة. إنه غاضب غضيبة. ك ننظر ك ت ب كتب. أحرف كلمة ك ت ب كتب الولد. وهنا ش ر ب شرب. شرب. وهذه الفتاة ح س ب حسب. حسب. ق ر أ قراءة. قراءة. وهذا ماذا يفعل؟ س ح ب سحب. سحب الحقيبة. وهنا ط ب خ طبخ. طبخ. أول حرف ن ثم ف وآخر خ. ن ف خ نفخ. نفخ الهواء. نفخ المروحة. أحسنتم. ر ك ض ركض. ركض. لماذا نقرأ؟ قارئ اليوم قائد الغد. قارئ اليوم قائد الغد. أحسنتم، إنكم حقا أبطال. أحبكم.